أول شيء إن شاء الله ألف مبروك للي تخرجوا هاي السنة من 2016. أنا المعظم بعرفهم كانت احتكاك كثير معكم، فمبروك للجميع وإن شاء الله الكل يا رب يتوفق بكل حياتهم وكل خير. أول شيء حتى أعرف عن حالي دكتور محمد إياد خطاب، سنة خامسة رئيس مقيمين بمشفى المواساة. إن شاء الله يكون معظمكم بيعرفني، على كل حال اللي ما بيعرفني بتعرف عني أكثر هلا قريب. ما بدي كثير خوض بالحكي النظري، بدي يكون الموضوع حتى التفاعل بيناتنا، اسمع أسئلتكم جاوب عليها ورح حاول تكون شفاف قدر الامكان. بعرف انه اخر النهار مثل الكورتيزول الادرينالين باخيره، الحمد لله دكتور غيس يعني كثير فائقكم باخر النهار، فحاول شوي رفعت من السيرتونين شوي لحتى هيك نتفهم زاد. هلا اول شيء شو يعني اذنيه او شو يعني اختصاص امراض الانفلونزا والحنجره وراس العنق وجراحتها؟ ما بخفيكم لحد هلا انا خمس سنين بالبيت، لحد هلا اهلي ما بيعرفوا شو بشتغل. انا شاغل كل شيء لحد هلا اهلي ما بيعرفوا شو بشتغل. المجتمع بصراحه عندنا لسه نظرته شوي للطب محصوره اكثر بالنمطيه الكلاسيكيه. جراحه هو جراح، يعني هو الكلاسيكي الجراح العامي، خلينا نقول هو اللي بيعمل زايد امراض وفتوح الشغلات هيك. طيب الداخليه هو اللي بي امراض القلب والبطن والشغلات هيك كلها. نحن اختصاصاتنا نسبيا جديده على المجتمع. إذنيين عينيين شوي عملنا طبعاً نحكي مع دكتور محمد يعني بالمواني اللي نحكي بيني وبينه جديدة شوي. حتى إحنا كاختصاص تطور تقريباً من خمسينيات قبل الماضي لهلا، يعني نحن عم نشتغل بأجواف كتير صغيرة. طبيب إذنية عم نشتغل بجوف صغير أكيد بلايندلي ما رح تحسن تشتغل إيش، بدك أدوات، بدك مجاهر إذا عم تشتغل بالإذن، بدك مناظير حتى تشتغل بالإذن. لذلك الاختصاص خلال 50 سنة الماضية قفز القفزة الكبيرة بسبب تطور الفيزياء. يعني نحن لولا جماعة الفيزياء والألياف الضوئية والكابلات البصرية والشغلات هي كلها نحن ما كنا حسنا نشتغل أي شيء. قفزت القفزات السريعة هي كلها في الخمسينات القرن الماضي. هو اختصاص خلينا نقول بشكل عام بالتعريف النظري له هو كل شيء رأس عنق باستثناء الجملة العصبية والعين. هلا الشغلة الحلوة بالاختصاص أو الشغلة المميزة بالاختصاص ما في حدا، ما في اثنين عم يشتركوا بنفس الشغل. يعني حكى الدكتور محمد قبل شوي قلبيه، في عندك طبيب قلبيه، في عندك جراح قلب على طول بيسحبوا من بعضهم ببساط كل واحد من تحت بعضه، قصر لي لا قصر لك، اذنيه وبالعينيه انت بتحط التشخيص وانت بتشتري. هلا صار في سلايد ولا طيب بس نبدل هلا بشكل عام مثل ما قلنا تطور الاختصاص خلال 50 سنه الماضيه بشكل كبير نتيجه تطور السريع. هلا شو الشيء اللي طرأ جديد على الاختصاص بصراحه؟ هو جراحه الاذن المجهريه تطورت بشكل كبير، جراحه التنظير جيوب تنظيريه، بعدين صار في عندنا شيء اسمه الجراحه الورميه المحافظه. دائما كل شيء كان في عندنا عمليات انه نعمل جراحه ورميه يعني راديكال، انت بدك تشيل كل شيء لحتى تضمن حواف جراحيه وناسي. تطور التقنيات مكننا انه لا انا بحسن اوصل لحواف جراحيه نظيفه وحافظ على وظيفه بالعضو، مثال على ذلك جراحه الحنجره القسميه خاصه بالبلاد اللي مثل بلادنا اللي احنا ما عندنا كثير معالجه شعاعيه فعاله، لذلك عم تكون خيار كثير منيح. الشغله الثانيه الحلوه باختصاصنا موضوع تطور الجراحه الترميميه. يعني نحن مثلا ورم فك كبير ومرتشح لما بدك تشيله بشكل كامل هذيك بدك تشيل من لقمه للقمه، ما في عم بيتحل مع عرض الفم. طب اترك المريض هيك كده حسيت ما هو عباره عن مستودع امتحانات ما في امل، يعني هي تعتبر جراحه يوزلس. هلا شو اللي طور هالموضوع؟ شو اللي خلاني اشتغل انا هالجراحه هي؟ انه صار في عندي شيء اسمه التعويض والترميم. طبعا قسم نحن بنشتغله قسم جراحه الفم والفكين بيساعدونا فيه، القسم الثاني اصحابنا جراحه التجميليه كمان هن بيتداخلوا معنا بهالموضوع لحتى يحققوا لنا ترميم بعد العمل الجراحي. هلا شو فكرة الاختصاص عندنا؟ ليش بيحكوا إذنية كثير؟ الإذنية بمجتمعنا هو عبارة عن طيف كثير واسع، هلا برا شوي فاصلين الأمور، عندهم شيء اسمه برايمري كير رعاية أولية، يعني هي حالات التهابات الأنف والجيوب والأذن الوسطى والشغلات هي كلياتها، نوعاً ما مخففة عبء على أطباء الإذنية. عندنا إحنا بالمجتمع لا، طبيب الإذنية عنده من حالة التهاب الأذن الوسطى الطيف الحاد والتهاب الأنف التحسسي والجيوب وإلى آخره، لأعقد عملية بالإذنية هو بده يشتغلها. هلا هون بقى عم يصير عندك العدد الكبير للاطباء. يعني منطقيا بشكل عام كل بلاد العالم تحسب عدد معين ده قديش بدي اخصائيين لتجمع بشري محدد.
انا عندي مثلا 20,000 نسمه او 30,000 نسمه، بدنا اخصائي اذنيه واحد، بس هذا لازم يكون اخصائي اذنيه، يعني هذا جراح راس عن بيعرف يشتغل كل العمليات الوسط، عنده نوع من العمليات مميز فيه، هذا بتجي استشاراته له. هلا عندنا شوي بالبلد لسه الموضوع غيم، ما انه كثير واضح، فلذلك عندك عدد كبير من اخصائي الانف والاذن والحنجره، ولكن القسم اللي بيعرف يشتغل جراحه راس عنق هن ما بخفي عليكم هن بنعدوا ما بحكي اعصاب ايد الوحده اثنتين او ثلاث ايد فخلص. هدول هن عددهم بالبلد وكل واحد له مجال معين عم يشتغل. هلا شو بيميز الاختصاص؟ دائما في شيء بالدنيا اسمه مخ الحلزوني. هلا الصبايا بينبسطوا بهالموضوع ما بعرف، لما كنا نحن بالالمانيا يقولوا لنا انه البنات هن ما في تعصيب، عندهم قدره يقدروا اكثر يشتغلوا اكثر من مهمه بنفس الوقت. يعني تحكي بالتليفون، تحكي مع جارتها، بتشوف ابنها الصغير، فنفس الفكره. طبيب الاذنيه نفس الشيء لازم يكون، في عندك عده مهارات بدك تشتملها بنفس الوقت. اول شيء انت لازم تكون طبيب سريري بارع، بالك طويل، تعرف تاخذ وتعطي، تعرف تربط السريريات، اعراض تشخيص، تاخذ قصه، يعني انت طبيب داخلي بهالشق هذا، وبنفس الوقت انت كمان جراح ناجح، ماهر، سريع بعملك، سرعه كثير مهمه بالجراحه بنتائج ممتازه. هلا الانسان لما بيكون صغير هذا الموضوع بيكون سهل له. هلا كل ما كبر الانسان مع العمر بصير بقى بده يعني خلص انا بدي حيز معين، بدي بيئه معينه اشتغل فيها، ما عاد بدي اتعدد مجالاتي، بدي ارتاح بصراحه، هيك يعني معظم الناس لما تكبر هيك بتصير. طيب الاذنيه هون الفكره فيه انه هو مضطر على طول المهاره الداخليه تم على تواصل معها، وبنفس الوقت الجراحه كمان ضروريه بالنسبه له. رح اضرب لكم مثال صغير. انا ممكن اكون قاعد هلا عم بشتغل حاليا مركز رعايه اوليه، يجيك مريض يعني اصعب شيء حدا يقول لك دكتور انا دايخ. كلمه انا دايخ يعني حسب بالك نص ساعه استجواب بكل بساطه. هون انت وضميرك بقى، يا اما بتعطيه بيت اسد بتقول له روح ما لي خلق احكي معك ولا تحكي معي، يا اما انت فعلا لازم توصل لشيء شو يعني دوار. وصدقوني من كل 10 حالات تكتشف واحد او اثنين دوار ذو اهميه، يعني ما انه هو الدوخه العاديه او الدوام حس الدوام اللي بحسه فيه المرض. فهون هي المشكله، البال الطويل والصبر شيء، وبنفس الوقت انت صباحا عم تشتغل عمليات، يعني انت سريع، قرارك حاسم، بدك وقت بسرعه، في مهاره، كمان هي لازم تكون انت متسبق. التنقل بين المحورين هو بصراحه من الشغلات يعني الصعبه بالاختصاص او بتميز هذا الاختصاص. مو بس موضوع انك عم تنتقل بين الداخليه وبين الجراحه، انت ضمن الداخليه نفسها، ضمن الشق الداخلي بالاذنيه عم تنتقل بين حالات بسيطه اللي هي التهاب الانف التحسسي، التهاب الغدد الطيحي، والامور بسيطه، لا ممكن يجيك ورم بلعوم انفي او ورم حنجره او ورم هيك يعني اورام ثانيه، تكون علاماتها السريريه اذا انت مالك دارس ومتدرب تغفلها ويروح المريض عليه بيصير بعدين بمحل ثاني او يتاخر تشخيصه. نفس الشيء كمان بالنسبه للعمليات، في عمليات كثير صغيره خلينا نقول بسيطه، طبعا ما في شيء اسمه بسيط بالدنيا، بالنهايه كله بالتدريب بيتحصل، بس في شيء سهل خلينا نقول بيتحصل بسرعه ما بتدريب كثير، لعمليات ثانيه اعقد بكثير وبدها صبر وبدها تعليم اكثر. هذا المجال الواسع هذا هو، يعني فيك تقول اي ان تي هو مساحه من هون لهون بالتشخيص وبالعمليات، تنوع كبير فيها، فهون المشكله، عدد كبير بس انت بدك تكون متميز ضمن هالطيف هذا الواسع. طيب هلا اكثر شيء بدكم بهمكم بهذا الحاضر موضوع متطلبات القبول بالاختصاص. هلا بشكل عام هي من المعدلات العاليه، ليش معدلات عاليه؟ كل العالم بدها عينيه، بدها اذنيه، بدها قلبيه، بدها هضميه. لانه كل العالم عم تتجه نحو الفرعي. كل العالم بدها اختصاصات فرعيه، لانه كل العالم يعني كل النظره العالميه لها اتجاه اختصاصات فرعيه. هلا الداتا الموجوده بالعالم ما في حدا، ما في طبيب قادر يحصيها كلياتها. اذا بدك تاخذ اصغر موضوع بالطب، اصغر موضوع على رشح، اذا بدك عم تحكي عن كومن كولد يعني، تفتح بتلاقي فوق 1500 دراسه سريريه عنه. فنحن عم نحكي عن موضوع صغير بشق صغير، فما بالك انت عم تحكي عن اختصاص. لذلك معظم العالم عم تميل باتجاه التفريع، انا بدي اختصاص فرعي ادرسه خلينا نقول افهمه اهضمه حتى اكمل فيه. شو ميزة الاختصاصات الفرعيه؟ نحن حكى عنها كثير الدكتور محمد والدكتور ريس، انه انت خلص صرت سبيشالست، صرت انسان استشاري. ما بتجيك ازعاجات على الطالعه والنازله، انا بس بشتغل شغل شيء بيور اوف كريم، بيور شغلات بيور بس مو اكثر مني، كريم اوف كريم. شغلات حالات معينه نوعيه بشتغلها ما لي علاقه بشغلات
رعاية أولية، وخاصة بالبلدان اللي مثل عنا نحن، لأنه ما عندنا شيء اسمه رعاية أولية، يعني ما بتسمعوا إنه حدا راح مثلا عن طريق رعاية أولية، كله بالنهاية عم بيرجعوا إنه بيروح عن طريق الأذنية، عينه عن طريق العينية، ما في شيء اسمه رعاية أولية أو لقاء أولي بين طبيب بعدين بيتحول لاستشاري أعلى منه. مثل ما قلنا كمان تطور التكنولوجيا الرهيب وتفرع الاختصاص بخلي الواحد أكثر يقلب على هالموضوع. هلا عدد المقاعد كان كثير عم يختلف صراحه الفتره الماضيه، الازمه فرضت حاله كثير بهالموضوع هذا، كل سنه كان القبول يعني تغير بسبب بعض الظروف اللي مرقت فيها البلد. وسطيا كان 8-10 مقاعد، يعني 8 اساسي 2 موازي او 10 اساسي 2 موازي. السنه الماضيه كان في توجه من بلعات اكبر بسبب طبعا حاله الهجره اللي صارت واستنكاف عدد كبير من الاطباء. هلا نوعا ما الامور ثبتت. العدد المثالي انا راح احكي بتعلم طبعا بالمواساه، ما كثير بعرف الأمور برا، من 8-12 في حال تم فتح قسم العمليات خارجية، يعني إن شاء الله رح نفتح قريبا، رح يصير فيه ترميم للشعبة لحد 12-13 طالب، هذا مقبول تتعلم إن شاء الله وتأخذ المهارات الأساسية للاختصاص. شو فرصة الاختصاص برا؟ بصراحة خذوها قاعدة، الشيء المنيح دائما هو لابن البلد، لا توقع حالك أنت مهاجر طالع لبرا يكون لك أولوية عن ابن البلد اللي هناك، حتى لو انت اكثر منه كفاءه عنه. فوين الشيء المريح؟ وين الشيء اللي بيعمل دخل مادي اكبر؟ وين الشيء اللي بيعمل تنظيم حياه اكثر؟ صراحه رح يكون اولى فيه هو ابن البلد اللي قاعد وحتخيلوا فرصته مثل فرصتك. فلذلك دائما تحصيل الاي ام تي رح يكون بامريكا شبه معدوم، لان للامريكي هو يعني نخبه معينه من الامريكان بتدخل فيه. طبعا بالمانيا موجود بس كمان صعب، ما هو مثل سهوله مثلا يحصل واحد داخلي عامي او مثلا جناح عامي او بعض الاختصاصات الثانيه. مثل ما قلت لكم ليش؟ لانه برا بينظر الموضوع دي ان تي هو سبيشالست، هو شخص مختص. فانا بشوف التجمع السكاني، يعني انا اذا قريه مثلا فيها 200-300,000 نسمه، انا بتحمل مثلا خلينا نقول 20 اخصائي، فبقبل 2 سنويا، او بعرف على حالي عم يتخرج عندي 2 او 3 سنويا، واحد عم يتم، واحد عم ينتقل لمدينه اكبر، فبالتالي بتكون الفرص محسوبه بدقه حسب تجمع السكان. مثل ما قلت لكم العدد اللي بيحتاجه لجراحين راس عنق ما له عدد كبير، يعني في كثير جراح راس عنق ناجح مثل الجراح العصبيه الناجح حيكون متقن لنوع واحد من العمليات او نوعين بالكثير، ما له طبيب اي ان تي عادي، طبيب مشي عياده اي ان تي، لذلك حيكون العدد قليل. مثل ما قلت عكس عنا نحن للاسف، يعني ما عندنا تخصص كبير وشوي ضايع التواصل بهذا هلا. طبيب الاذنيه شخص هادئ منظم صبور، طبعا عم بحكي مو مدح لنفسي، يعني ان شاء الله يكونوا كل زملائنا هيك. ليش منظم هادئ وصبور؟ مثل ما قلنا الاورجنايزيشن من حياتك كثير مهمه، انت عم تنتقل من مرحله لمرحله، من سيكتور لسيكتور، من الداخليه للجراحه، ضمن الداخليه طيف مرضاك كثير واسع، من الولد الصغير اللي عمره سنه او سنتين عنده مشاكل سمع، مشاكل نطق، مشاكل التهاب الغدد السطحي، الى الامور هي كلياتها، لا الشاب اللي قد يكون عنده مشكله التهاب تحسسي او الى ما هنالك، للختيار الكبير اللي عقله شوي بدك تكون يعني اقرب لعمره ولسنه، قد يكون عنده مشكله ورميه كثير مهمه بدك تحاول انت توصل له. يعني شبه لكم اياها، ما بحكي كثير بداخل قصصات، شبه لكم اياها مريض ضبط السكر. مريض ضبط السكر بالنسبه لطبيب الغديه هو طبيب مريض معضله، ليش؟ مو لانه نحن ما عندنا الجوريثمات، ما عندنا يعني كلها بتنتهي اذا بتقرا بتشوف فيك تطبق كرايتيريا ضبط السكر، بس بدك المريض يلتزم بهالموضوع هذا. في مريض بتحسن تقنعه ياكل 4 وجبات بالنهار ولا مريض، بيقول لك وجبتين واحده الصبح واحده المساء قبل ما انام. نفس الشيء عندنا بالاذنيه، في عندنا عدد كبير من الامراض تعتمد بالاساس على مطاوعات المريض. مريض التهاب انف تحسسي اذا ما احسن تغير له البيئه تبعه كلياتها انت ما راح تعالجه. علاجك اللي عم تعطيه هو خلينا نقول بحق له 20-25 50% ماكسيموم من السيطره على الاعراض. اما اكثر من هيك فانت بدك مطاوعه المريض بهالشيء هذا. ثاني شيء معظم حالاتنا يعني امراض الاذنيه نوعا ما تستعصي على فهم المرضى. يعني انا مثلا احيانا بقعد نص ساعه بس بشرح للمريض انا بدي ادخلك اعمل لك عمليه خشاب. شو يعني حش خشاب؟ طبعا هذا حيال المريض، انا ما بعتمد على المريض لانه احيانا طالب الخامسه او السادسه نقعد نص ساعه نفهمه شو يعني عمليه حش خشاب. صراحه هي امراض شوي بعيده عن المجتمع. طبعا هي الامراض النوعيه مو الامراض العاديه، فاستيعاب المريض فيها رح يكون شوي قليل، فانت مضطر تاخذ وتعطي معه، توصل له، تجسم له الافكار لحتى توصل لشيء تقنعه فيه. ثاني شيء موضوع العمليات ما هي بالاذنيه. اول شيء اختلاطات هي اختلاطات كارثيه. ما بتتصلح. عكس باقي الاختصاصات، يعني كان في هذيك المره دكتور حسان في انا وياه جراحه
عم نحكي بهذا الموضوع. جراحة عظمية كسر فخذ من سبته أول مرة والثانية والثالثة ما اندمل بنرجع منه من سبته بنرجع نعمل تنظيف في بيتزبط ما في مشكلة. إذنية للأسف معظم عملياتها اختلاطاتها صعبة وما ما في خط رجع. فهذا شو بيفرض عليك؟ بيفرض عليك أول شيء إنه أنت تكون قاري منيح دارس كتير بدك فرصة وهي الأهم بصراحة الموضوع باختصاص الإذنية بدك فرصة التسليم بدك حدا يوثق فيك يعرفك إنه أنت شاطر فهمان شغيل قلبك على المريض ضميرك مع المريض إنه أنت رح تشتغل وفق الشيء اللي يعلمك إياه وما تغلط لأنه بتحسب حسابك دائما الغلطة يعني أنت عم تشتغل الحركة الغلط وقفت شغل فهي مشكلة يعني هي مرحلة هي اختصاصات دقيقة وإصرارية هي مشكلة فيها إنه إصلاح الاختلاطات صعب وبالتالي تعليم صعب والتسليم فيها بيكون أصعب من باقي الاختصاصات خاصة هي عبارة عن ساحات صغيرة ما بيكون على طول يعني المعلم والمتعلم ما بيكونوا عم يشوفوا بنفس الوقت أنت شو عم تشتغل قد يكون ما في مجال إذا أنت عم تعمل حاجة غلط لك وقف فهي هي اللحظة هي الثانية هي الصعبة لذلك إذا ما كنت أنت شخص متمرس قد حالك قاري منيح متمكن شخصيتك قوية فارد شخصيتك بالعمليات حتى ولو أنت طالب دراسات صدقوني التسليم ما هو سهل أنا بقول لهم يا هلا شباب مثل اللي عم يسحب الدقنة من تم السنة طبعا تشخيص ل الحكي اللي بحكيه للطلاب ليش الإذنية صعبة؟ مو لأنه نمط حياتها مو مريح بالعكس ونمط حياتي كتير مريح حتى بالدراسات نمط حياتها مريح نسبة عند أهوال اللي حكاها الدكتور غيسر بشوي فكرة الإذنية هي الغال الطويل النفس الطويل أنا 6 سنين طب ما بيكفوني 5 سنين دراسات كمان ما بيكفوني مثل ما قلت لكم البول حجم المجتمع الكبير عندنا فيه أطباء إذنية كتير تخلص أنت طبيب إذنية أي أن تي بس بتعرف لو ذات وقت راح تعمل خزع عن تعمل التهوية هذا يعني خلينا نقول شيء عادي بس حتى أنت تأخذ ريسك أكثر من هيك تأخذ شريحة مرضى أكبر من هيك أنت لازم تعمل اختصاصك لازم تجيب شيء مميز فبالتالي لما تكون أنت عندك شيء مميز بمجتمعك أنا إلي هالعملية الفلانية فأنت أوريدي أو تلقائيا كل شيء شريحة من جماعة المرضى هدول راح يتوجهوا لعندك فأنت بشكل أو بأشكال طلعت برا حقل المنافسة العادي اللي هو اللي عم يتنافسوا عليه أطباء الـ ENT عاديين بالبلد لذلك بدك تحط ببالك ENT مو بس 5 سنين ENT هي 5 سنين تصير اسمك أخصائي وفي عندك بعض منه أكيد مشروع إذا حابب تتميز إلا إذا أنت حابب تكون طبيب بدخل متوسط فهذا بقى شيء بيرجع لك حكينا عن موضوع الانتقال من الإذنية هلا مدة الاختصاص كمان هذا كثير مختلف عليه شوية اختصاصنا لسه ما حسن الموضوع هو إما 5 أو 4 سنين ليش في ناس 5 وليش في ناس 4 هو فكرة البورد العربي البورد العربي اشترط إنه يكون في سن جراحة بالإذنية لحتى يصير مركز معترف فيه فالمراكز المعترف فيها الإذنية بتكون 5 سنين اللي ما لها علاقة بالبورد العربي بتكون 4 سنين حتى ضمن نفس الوزارة يعني مو إنه التعليم 5 صفحة 4 لا بالتعليم العادي في 5 وفي 4 بالصحة في 5 وفي 4 رح احكي بس شوي بشكل بسيط عن مدة الاختصاص بالسنة الأولى هلا بكل بالصحة والدفاع هي سنة كاملة من التجوال الخارجي والستاجات الخارجية نحن بالدراسات عنا لا ممكن تكون 4 أو 5 شهور 6 شهور يعني عبارة عن استاجات بجراحة عصبية الصدرية بالداخلية العصبية العناية العصبية عشان نقول بجراحة التجميل وجراحة الحروق الهدف منا إنه نحن اختصاص له علاقة مع كتير اختصاصات صار مفترق كتير أمور مثل ما حكينا قبل شوي مثلا موضوع الترميم نحن لنا علاقة كتير مع الجراحة التجميلية فيه تداخلات النخامة مثلا اللي بتصير عبر الوتدي هاي نحن وياهم بنشتغلها منصف والعنق كمان كتير قراب من بعض لذلك لازم يكون واحد عنده إحاطة بهالموضوعات الشغلة الثانية موضوع خزعوا الوغامة نحن بمرضى العنايات كتير نطلب فيه استشارة فأنت مو معقول أول مرة تكون فايدة عناية بحياتك عامل خزعوا الوغامة وفرحان بحالك سنة ثانية أو سنة ثالثة فوت ولا لا بتعرف وين المنفسة لا كيف بتشتغل شو يعني ضبط يعني في شيء اسمه بيئة أنت لازم تكون متعامل معه فهدول استاجات أساسية فكرة فيها أنت بتعمل استاج بس الصبح بينما بتناوب بقسم الإذنية عدد النوابات بيختلف حسب عدد الدفعة القاعدة الأساسية عندنا نحن في عندنا نوبين سنة أولى نوبين سنة ثانية فبالتالي 60 يعني 30 ضرب 2 على عدد الدفعة بيطلع عدد النوابات هون يعني مثلا إذا كانوا 10 6 نوابات بالشهر 3 بالشعبة 3 بالإسعاف بس صرت سنة ثالثة أو رابعة أو خامسة بصير في مناوب واحد فبالتالي نرجع نطلع عينية
كل عدد الدفعة بيلحقك النوبات، يعني إذا 10 كل 10 أيام بيلحقك النوبة، إذا 8 كل 8 أيام بيلحقك نوبة. فكرة بدي إياكم تحطوها ببالكم، نقي الاختصاص اللي فيه العدد الأقل وليس العدد الأكبر. في شيء بالنهاية اسمه شغل، في شيء اسمه حجم شغل بيتقسم على عدد معين. هلا كنتوا 3 الشغل كله رح يتقسم على 3، كنتوا 4 رح يتقسم على 4، كنتوا 10 رح يتقسم على 10. يعني الشغل هذا هو. هلا طبعا الاجتهاد والنشاط ممكن يزيد بنسبة معينة، بس انه بالنهاية في شيء اسمه حجم شغل. لذلك الاختصاصات اللي فيها بروسيجرز يفضل يكون عدد الطلاب يتوافق مع القدرة التعليمية للمركز حتى يقدر الطالب ياخذ المعرفة الكافية بهذا الاختصاص. هلا كمان مثل ما أن عدد الحالات في شيء بالدراسات في النظام الهرمي، طبعا ما له بهالسوء اللي حكى عليه الدكتور ريس، يعني مو لهالدرجة طبعا، ما بعرف احنا عندنا الوضع هيك، بس ظن كثير اختلف انه كان في هرمية ايام اول ما فتنا السنة الأولى، نشوف الخامسة مثلا شوي هيك نفسية وما بيتحاكوا وما بنقول له مرحبا، لا هلا نحن سنة خامسة والحمد لله بيقولوا لنا مرحبا وبيقعدوا معنا وبيمزحوا معنا السنة الأولى وخليها لربكم، يعني ما عاد فيها بالعكس احنا كلنا ناخذ الاختصاص، يعني انا رئيس مقيمين قدي وقلت لي فعادي ما في مشكله، بيمزحوا معي السنه الاولى بيعطوا لي مسجات ومعي ايدات، فما فيها المشكله هي كبيره. حبيت معنا فكره الهرميه، شو؟ فكره الهرميه التدرج بالمسؤوليه والتدرج بالتسليم والتدرج بالعمل. يعني انت كسنه اولى شو مطلوب منك؟ مطلوب منك الخدمي والاداري. ما كثير ما مطلوب منك القرار. وبالتالي شغلك رح يكون كثير، يعني شغل كثير ولكن موجه للي اعلى منك، ساوي هيك اعمل هيك ساوي، وهي مرحله ضروريه رح يمرق فيها الكل، يعني معلش حلو يطلع ونزل على دراجه كويسه بعد سنه كامله بسنه سادسه يكون دراسه واوفر ويت، حلو يطلع نزل كويسه يعني، ما أنا فكره سيئه بالنسبه للسنه. هلا الشغل ضغط الشغل يختلف طبعا حسب الستاج، عياده مثلا ممكن تشوف لك 40 50 مريض بالنهار اذا كنت سنه اولى او ثانيه، طبعا رح تترفع حتى تصير سنه ثالثه بتصير استاذ كبير، بتقعد غرفه الاستشارات على جنب بتسكر الباب، ما بفوت المريض اللي بدي اياه، فبصير عدد الحالات عندك اقل ونوعيه اكثر، طبعا تصير رابعه او خامسه كمان بصير استاذ واستاذ احلى واحلىين يعني، فبصير الواحد بحس بحاله، طبعا مثل ما انا حسب الاستاذ يعني الاسعاف ضغطه رح يكون اكثر مثلا من العياده، الشعبه رح يكون فيها ضغط كمان في حال عدد المرضى كان كبير، العمليات هي مبتغى وهي خلينا نقول الشيء اللي بيطمح له كل انسان. كلياتنا اختصاصات لما بدنا نفوت هدفنا نتعلم جراحه. الشق الداخلي، المهاره السريريه، مقاربه، الحمد لله انتم الكل اكيد عندكم خلينا نقول مخزون من العلم النظري خلال 6 سنين الطب كثير قوي، حتى يمكن تلاقي حالك انت هلا بالمرحله اللي انت فيها احسن من سنه رابعه او خامسه باختصاص فرع معين، لانه بعد عندك هالمخزون الكبير ما في عندك ما حيكون فيها المشكله الكبيره. تعليم الاكاديمي بالمواساة كويس، في شيء اسمه علم، في محاضرات تم على اطلاع وتواصل هيك شيء. فكره الشغل، كل الطلاب بدها تشتغل، بدها تتعلم جراحه لانه هي فتره العلم، انت عندك العلم خلال الدراسات او خلال الاختصاص خلينا نقول، هو صاعد بتخلص بصير بلاتو طبعا للمعظم، الا اللي حابب يكمل، يعني في عندك هضبه بتصير بتثبت على معارفك هي. فلذلك كل ما كنت انت اكثر شخصيه كاريزما تعب وجد علاقاتك كويسة مع اللي أكبر منك ومع المحيط اللي أنت فيه رح تشتغل أكثر، رح تشتغل شغل نوعي أكثر، فبالتالي رح تكون محصل شيء أهم من غيرك. ومثل ما قلتكم بالنهاية النوعي ما رح تحصل عليه أو خلينا نقول تخطو خطواته الأولى أثناء الاختصاص، ولكن إتمامه رح يكون بالمراحل الثانية. حكينا شوي حكينا عن السنة الأولى ومعانا والشغلات هي كلها. هلا في مثل ما قلتوا موضوع القرار، كل ما كبر الانسان كل ما كبر طالب الدراسات بيصير اكثر قادر على اتخاذ القرار، احنا محور الشغل بيكون عاده سنه ثالثه رابعه. ثالثه رابعه انت خلص صرت يعني البيزك كله بتعرفه، عندك كل شيء اذنيه، صرت حالات كلها مستوعبه، بس في بقى انت عم تتابع القرار، تحط تشخيص تطبيقي، تطلب استقصاءات من قلب قوي، مو عباره عن شيء انه هذا هيك لا انا عم بطلب، انا عارفان شو عم بطلب وليش عم بطلب. طبعا العبء الاساسي على متابعه مرضى الشعب ومرضى العمليات والاسعاف رح يكون على السنه الثالثه والرابعه، مثل ما انه الخامسه غالبا استاذ بس مو انا، يعني انا ما كنت مأسس على حدا، على طول شغل شغل شغل، خلينا نكون احسن شيء. مهم في طبعا في ناس بتحب انه ترتاح بالخامسه، لا انا ما كنت من الناس اللي بتحب ترتاح. هي المواد طبعا انا بحكي المكتوبه وهون ما رح كثير احكي فيها، هي حسب التوصيف الجديد للقرارات الكليه، فيكم ترجعوا لها مع الاستاذ يوسف كلها
حطت ترجمة وصارت بشكل منشورة على موقع الكلية تقروها بالتفصيل. هي عبارة عن أمور نظرية ما فيها كتير حكي. مواد السنة الأولى والثانية هي البيزك، السنة الثالثة والرابعة في مذاكرات تحسب ضمن درجة أعمال، بالخامسة في امتحان نهائي، وعبارة عن ثلاث أقسام، نظرية مقابلة، مقابلة يعني شفهية، وفي عنا عمليات. في عنا موضوع الورد السوري طبعاً أنا ما بدي أحكي فيه كتير، درس كتير بكير عليكم هذا الموضوع. فكرة من الورد السوري هو أنت فحص لحاجة تأخذ ترخيص، كان فترة الماضية كافي أن تأخذ الدراسات أوريدي تعدل على الورد السوري، تأخذ شهادة ترخيص. هلا حد هلا موقفين التعديل، موضوع بعده بين اخذ الورد بين وزاره الصحه والتعليم العالي انه نرجع مجرد ما واحد معه دراسات بياخذ ورد سوري ايه او لا مضطر يقدم فحص ولا مضطر. مثل ما قال الدكتور محمد بالنهايه انت عندك الخيار، بتخلص خمس سنين كتدريب بحالك بتاخذ الورد السوري بتاخذ ترخيص، تناقش رسالتك ايمت ما بدك، هذا الوضع اللي بيرجعك لك، او تناقش رسالتك بتاخذ تعديل. موضوع ما كثير بدي يفوت فيه، لجأ يعني 10 اولاد كثير وانتم بعيد عنكم لسه هذا الموضوع، من هون لخمس سنين بتتغير كثير الامور. هلا شو بيستلموا الشباب عنا السنه الاولى بشكل مختصر؟ خياطه الجروح، استخراج اجسام جديده بسيطه من الانف او من الاذن، دك الانف ومقاربه الرعاف، هي الامور بسيطه بالسنه الاولى. بالسنه الثانيه بلش يتعلم رد الكسر، تفجير ورم دموي على الصيوان مثلا، ممكن ياخذ شويه مراحل بشق الخلاجات. اكثر صار بالسنه الثالثه، صار ممكن بقى طبعا احكي هي اسعاف طبعا. بالعمليات بالسنه الثانيه بلش يشتغل لوزات، بنهايه السنه الثانيه يكون قادر يشيل لوزات وناميات، ممكن اذا شاب كثير شطور نطيق يركب انبوب تهويه، يخزع ويركب انبوب تهويه. بالثالثه بشكل اساسي طبعا ممكن يبلش شوي ياخذ مراحل بالوتيره، بالسنه الثالثه ممكن يشتغل عمليه وتيره كامله، خزع عمليه تهويه. هو شطارته قديش ياخذ بعمليات كبيره حسب كرم اللي اعلى منه كمان. بالرابعه بكون ختم الامور الاولانيه اللي كنا عم نحكي عليها بسلمها اللي اصغر منه، بلش ياخذ مراحل الاولى بالعمليات الكبيره. بالخامسه بقى حسب الخامسه الموجود، إذا الخامسة أو الضايعة وقت حالها ممكن إنها عملية كاملة، بس طبعا بدها مميزات هي وشغلات بحكيها إن شاء الله بمحل تاني إذا حدا حابب يسألني عنها. ممكن فوت على اختصاص مثل ما فات مثل ما طلع، ياخذ شهادة وبس ما يكون متعلم. الشغلة كومبتتف بشكل كبير يعني، حكى الدكتور محمد العينية الموضوع مقسم، نحن عندنا هلا الاستاجات هي مقسمة كمدة مقسمة، ما فيها لعب، كل واحد له استاجه وله وقته، بس قديش بتشتغل ضمن هالستاج انت شطارتك وقديش شخصيتك بين هذا القسم. طبعا هذا التوصيف كله بنحكي بشكل مستفيض، اللي حابب ياخذ محاضره ما في مشكله. هلا بعد انتهاء تدريب الناس بناقش رسالته الطالب، يكون اعاد المخطط بنهايه السنه الثالثه، اخذ ناقش رساله ماجستير، صار معه ماجستير الامراض والازمه والحمزه والرئه والنقل وجراحتها. بعدين بقى ممكن بعض الناس تكمل دكتوراه، طبعا هذا الشيء له معايير وبتختلف الجامعه كل فتره بتختلف معايير قبول الدكتوراه. قسم عندنا بيمنح شهاده دكتوراه، في كذا شاب من عندنا اخذوا شهاده دكتوراه. بس حتى بوضح لكم الفكره، نحن بسوريا ما عندنا شيء اسمه تحت اختصاص الا بالصحه مثل ما حكى الدكتور محمد. بالعينيه في شيء اسمه تحت اختصاص بعده مجالات حول او قاميه او هيك شغلات. باقي المجالات بظن ما في عندنا ولا اي شيء. هلا هذا يقابله بالدراسات شيء اسمه الدكتوراه. انا بدي اعمل دكتوراه مثلا خلينا نقول جراحه الجيوب التنظيريه فرضا، بعد ما خلص ماجستير بعمل سنتين او ثلاثه عن موضوع معين بشتغل بجراحه الجيوب التنظيريه بطور حالي فيه مثلا، تمام؟ هذا ما يقابله برا دول برا هو السب سبيشالتي او ما تحت الاختصاص او تعميق الاختصاص، وهذا ضروري بالاذنيه مثل ما قلنا حتطلع انت من حقل المنافسه الاولي او البدائي اللي فيه كثير اطباء اذنيه لتاخذ زاويه لحالك تتفرد فيها تكسر شريحه نظر لك ما حدا ينافسك فيه. هلا اختصاصنا ما اختصاص مشافي، اختصاص عيادي بامتياز. مع ليش؟ لانه الحالات الاسعافيه اللي عندنا صعيب تشوفوها كثير بالمواساه، ولكن ما هي الواقع العملي. حطوا ببالكم شغله، الاستاجات اللي بتشوفوا الحالات الروتيشنز اللي بتعملوها بمشفى المواساه ما هي واقع الاختصاص، هي واقع الحالات المعقده والكبيره والاساسيه والمرجعيه لكل اختصاص. اما الحياه اليوميه بالاختصاص تختلف بشكل عام. يعني مثلا بتفوتوا على طابق الاطفال بتشوفوا زئبق حماميه، بتشوفوا كوازاكي، بتشوفوا عارف 100% انت رح تقعد بعيادتك قد تكون شهر وشهرين وثلاثه وما يمر عليك هالشيء. نفس الشيء عندنا بالاذنيه، لو استعملوا جوله تلاقوا في ست سبع مرضى خشاء، اربع خمس مرضى استئصال حنجره. ممكن انت انا هلا حاليا عم اشتغل بعياده بطيك، شوف يوم اي يوم لك 35 مريض، خلال شهرين حول خمس مرضى اورام فقط لا غير. بينما بكثره المواساه يوميا نوقع خمس قبولات يوميا اورام.
فدائما مركز المرجعي لا تاخذه هو صوره للحياه العامه. حتى طبيب الاذنيه العامه بعيده عن هالشيء هذا. معظم المشافي ما لها مجزيه ماديه بالنسبه لها تحط طبيب اي ان تي منها وتدفع له دخل، لانه شو بده يجيهم؟ رعاف دك يحولوا عن مواساه. تنظير قصبات، تنظير قصبات ما له مجدي ماديا، تجيب ادوات تنظير، تجيب كادر، تجيب طبيب تخدير، تجيبه عن كول لحتى يخدر لك، تجيب طبيب اذنيه يقعد على اعصابه لحتى بس تشتغل تنظيم قصبات. ماديا مشفى ما أنا مجزي لها، بالمقابل بتدخل عملية تانية باردة بتغطي لها نفس الكلفة وبتطلع من وجع الرأس. دائما الخاص بيحسبها بالمصاري، العام بيحسبها بتعليم الطلاب، وهالهو التالي. فمثل ما قلت معظم الإسعافات الكبيرة بتحول على مشافي مركزية. فبالتالي أنت اعتمادك لإخلك الأساسي على عيادتك. اعتمادك على عيادتك شو يعني؟ يعني اعتمادك على شخصيتك أنت. في 100,000 طبيب إذنية بالبلد، ليش لا يجي لعندك؟ ما يجي عند حدا غيرك؟ هون بقى شطارتك، قديش تاخذ بتعطي معه؟ قديش بتطول بالك عليه؟ مثل ما قلت لكم ممكن طبيب يا دكتور دايت هي بتكسر والله مرة. طيب ثاني يقعد نص ساعه ياخذ يعطي معه، بجوز ما يكون في شيء، بجوز يكون حل النهايه هو بتكسر. بس فكره انك تاخذ وتعطي مع المريض، صدقوني حتى قضائيا اذا في شيء قضائي بينك وبين المريض، فكره انه انت اخذت وعطيت مع المريض، انت 40% من المسؤوليه القضائيه راح تكون عليك، بس انك اخذت وعطيت معه مو اكثر. فمثل ما قلنا بشكل اساسي هي العياده، لانه مثل ما المريض اللي يجيك بقرار مسبق انا قاصد فلان، يعني بكتب لكم مثال انا بدي اعمل فرضا تجميل انف، بسال هون وهون وهون، بفوت على الفيسبوك بفوت بطلع بسال كثير من رفقات العالم وهي فلان، فبروح مسبقا لعنده. وعكس اختصاصات اسعافيه ثانيه، مثلا شخص مكسور رجله حملوه مثل ما هو على مشفى معين، مشفى متعاقد مع طبيب معين، جابته ما كان له الخيار، يعني يكون هون المريض لحاله لا يمتلك خيار استدعاء طبيب. اما عندنا بالاذنيه لا، المريض يملك قراره الكامل بانه يستدعي طبيب معين او يروح يزور طبيب معين. دخل المادي مثل ما قلنا متفاوت بشكل كبير بين انك تكون انت طبيب اي ان تي وبين تكون جراح راس وعين. طبيب اي ان تي ما لك ميزه عن باقي الاطباء بصراحه، دخلك عادي جدا جدا. جراح راس وعين لا، تفرق معك. صرت انت عم تشتغل عمليات، كل شيء عمليات، كل شيء بروسيجرز، يعني دخل مادي، يعني وقت منظم اكثر، يعني مكانة علمية وعملية ومجتمعية أكبر. عشان هيك مثل ما قلت لكم اللي حابب يدخل اي ان تي يحط بباله أنا بدي أكمل للآخر. لآخر مدى بدي أوصل له. بتتعب، بتطول، بتضايق مادياً، بتضايق نفسياً بالبداية، بس بالنهاية أنت لما بتاخذ شيء معين عوضت الفرق كلياته يلي تعبت مشان. مثل ما لو صفي عندك شريحة معينة من المرضى، فلان جراحة الجيوب مثلاً. كل العالم بدها تروح لعندك. من اقصى نقطة بشمال سوريا لاقصى نقطة بجنوب سوريا بدها تجي لعندك، لانه انت رقم واحد بهالمجال. ما عندنا تنوع موجود اختصاص كثير، العلاقة المباشرة كثير مهمة، كاريزما كثير مهمة لطبيب الاذنية، طيب بشكل عام بس الاذنية بالذات اللي في عندك علاقة منسوجة كثير مع مريض. بصراحة هو اختصاص سهل ممتنع، مثل ما قلت لكم ليش؟ لانه في كثير غموض، العالم ما بتعرفوا شو هو، الناس بتفكروا سهل، الناس بتفكروا صعب، الناس بتقول لك هي لوزات شغلتها بسيطة، شو يعني لوزات؟ ما بتعرف شو يعني لوزات مثلا. الناس ما بتعرف شو هذا الإذنية، شو يعني أنفية، مين بيشتغل تجميل، مين بيشتغل إذن، مين بيشتغل. فهون أنت هلا هذا شيء حلو وبنفس الوقت شيء ما حلو. الشيء اللي مو حلو إنه هي نظرة سلبية من المجتمع للاختصاص. يعني أنا بصراحة بشوفه كثير مرات. عندك وتيرة، عندك انحراف وتيرة موجود وشاهد وعامل أعراض والاستطلاع مطلوب، قالوا لي يا دكتور بتنقص. طب ليش بتنقص؟ واحد بيسأل حاله مثلا ليش في سمعة عندنا بسوريا أو بشكل عام برضه اللي بشوفهم عملية انحراف وتيرة بتنقص. بصراحة لأنه أول شيء بيكون الاستطلاع محطوط غلط، اثنين بيكون التكنيك غلط 100% اللي عم يشتغل، ثلاثة قد يكون ما جرب العلاجات الثانية قبل ما يدخل عملية. فأنت يوم بنعرف عنك انه انت شاطر بمجالك، العالم رح تبعد عن هالزلمه كده، رح تطالعك برا هالشريحه اللي هي خلينا نقول يغلب عليها سوء الظن او خلينا نقول النظره السلبيه من هذا، رح يصير انت اسمك، صحيح رح يكون اختصاص شوي مظلوم، ولكن انت اسمك رح يرفعك عن هالمجموعه هي كلياتها. بما ان في ضمير بالموضوع، طيب الزياده كثير بتكون عن ضمير، استسهال العمليات بشكل كثير يعني كثير بسيط، اي طفل عنده التهاب بالعوم بشع متكرر كون كود فيك تقول له ما عنده لوزات بده شيء لوزات بكل بساطه، ما حدا في نقشك بهالموضوع، هو قد يكون معنا بس نفس الشيء بالوتيره وباقي الامور هي كلها.
التعليم كثير مهم بتكون اكاديمي بشكل كبير لانه مثل ما عندكم نحن حالاتنا يعني معظم فيزيولوجي وظيفي انت لحتى تفهم هذا الزلمه بيعمل له وتيره يستفيد او لا بدي اساله عن اعراضه كلياتها عنده صداع صباحي او لا قد يكون صداع توتري انا صداع نفس اكسل بدي اساله امتى بيجي الصبح ولا المساء قد يكون صداع عيني مشان الدكتور ما يكون صداع جيوب مثلا إذا كانت شكلته هي الأعراض التحسسية وليست أعراض انسدادية بتعمل له عملية يا بتزيد يا بتثبت إنها هي فدراسة كثير مهمة عندنا بالاختصاص حتى نحن في مراجع بدك تدرسها يعني في دراسة يعني ما بتطلع أنت من السنة السادسة خلص أنا كبيت كتاب لا أنت كتابك رح تنمي لازمك وأنت مضطر تدرس تدرس فيزيولوجيا الأمراض تدرس تشريح الأمراض بشكل كثير منيح لحتى تنتقل لمراحل الثانية تجربة شخصية أنا بصراحة كانت 5 سنين متابعة تعبت كتير ضايقت كتير الحمد لله كنت من العالم يتركوا بصمة يعني طبعا بشهادة الناس الموجودين عندنا بالقسم هلا بعد 5 سنين أنا راضي عن الشيء الحمد لله بجوز ما راضي ما حصلت كل شيء بدي إياه بس الشيء اللي حصلته كان الحمد لله يعني أكثر بكتير عالم حصلوا قبلي غيرت كتير شوي بمفاهيم القسم بقواعدهم صار في نقلة إيجابية بالقسم الحمد لله من بعض الأمور اللي شفتها أنا كان لي الحمد لله يعني شغلة ما صحت لغيري علاقتي الكويسة مع أحسن شخصين يمكن يعتبرون بالناس المروحة هذه الأستاذ عصام الأمين كان رئيس قسم سابقا وهلا حاليا مدير مشفى إن شاء الله أتمنى لكم الخير الأستاذ نبوغ العوا عن جد من الناس كثير وقفوا معي حسنوا كثير بالقسم عطوا دفشة كثير حلوة لقسم عنا كثير أنا كانوا يعني فكرة تحولي الشغل الإداري والشغل يعني مشاركتهم بموضوع الإداريات موضوع المرضى تنظيم قبولات واشتغلات هيك كلياتها الحمد لله كان للناس اللي اشتغلت عمليات كتير منيح هدول الشخصين عملوا كتير لهم فضل علي بهذا الموضوع شو بدي توسع إن شاء الله بثلاث مجالات جراحة الجيوب التنظيرية جراحة الأورام وجراحة التنظيمية هذا باب كتير حلو بلش هلا ياخذ مدى عنا بالبلد وإن شاء الله كمان موضوع جراحة الترميم وتجميل الأنف هلا مثل ما عم بقول كل شيء بده تعب انا بذكر من 11 سنه كنت مع احد اشخاص الله يرحمه اكبر مني بسنه كنت كثير متردد انا بدخل طب بكفي ما بكفي بترك بروح يعني بتعرفوا هذا التردد اللي بيكون اول سنه قال لي عن جد جملة لحد هلا محفوره يعني قال لي يا اياد سواء اختصاص حبيته او ما حبيته اي اختصاص اعطيه بيعطيك بغض النظر عن الاختصاص لا تعتبروا انه لحظة كتابة المفاضلة هي نهاية الدنيا ابدا كل اختصاص في مجال في براعة معينة في زاوية معينة انت اذا بتحسن الضوئية فيه رح تبدع ورح تكمل فيه قد يكون رغبتك او مرغبتك ولكن دور على الزوايا المضيعة لأي اختصاص ما في شيء بالدنيا اسمه نهاية الدنيا بالنهاية الاختصاص هو عبارة عن تحصيل علمي عطاء واخر شيء بالنهاية حياته بدها تمشي بتمنى التوفيق للجميع انه عشت معكم سنتين بالرابعه والخامسه من استاجات الطلاب الله يعطيكم العافيه ان شاء الله موفقين للجميع كل واحد ياخذ اختصاص اللي يبغاه